أكثر يعني تطور المشهد السياسي منعرجاته. هات نفهم موقف السلطة. احنا في الأسبوعين الأخيرين، الأسبوع الأخير تقريبا كثرنا من النقاش القانوني في بلاطون هذا وفي معظم بلاطوات، ويبدو أن المسألة القانونية حسمت ضد السلطة، فضحت. يعني عندما نراجع تم تصريح العميد المحامين أعتقد لموزايك عبر عن موقفه الرافض لتنقيح القانون الانتخابي هذا. ثم اتحاد العام التونسي الشغل بلاغ واضح في مرتين لمشروع القانون هذا، ودعا إلى احترام أحكام القضاء الإداري، هذا واضح. شفنا جمعية القضاة التونسيين، شفنا أراء أساتذة جامعيين في العلوم السياسية وفي القانون، وكذلك إصرار المحكمة الإدارية. هذا بالإضافة إلى مواقف الأحزاب السياسية وجمعية المجتمع المدني. إذن المسألة القانونية محسومة ضد السلطة، مفضوح، تحط في زاوية. هات نفهم ونفهم قلنا القراءة السياسية، سيد عبد البريكي هو مناصر وداعم قوي، صحيح حزبه صغير ما عندهش تمثيلية لا قبل ولا بعد 25 جويلة، ولكن موقفه واضح مساند ويدعم وربما حتى هو الآن مع تنقيح القانون هذا الانتخابي. نشوف موقفه في التاسعة ومن خلاله نفهم أكثر سي نورين. نسمع سي عبد البريكي ونرجع لك. الله أولا ياريت وجاء قبل المسياج، خليني نقول الكلام هذا مش في البال، ياريت وجاء قبل، لكن راهو فما في الدستور فما تشريع اسمه تشريع الضرورة، يظل في فصل 55 من الدستور حاجة كما هيك. نعم. ثانيا أنا القانون ما ننظرلوش، القانون لحد ذاته القانون تفرض بعض الظروف الموضوعية. نعطيك مثال، احنا في حركة تونس للأمام قبل الجويلية 25 في أفريل بعثنا رسالة مفتوحة لرئيس الدولة وجيت أنا وتحدثنا فيها، قلنا له اتدخل رأي البلاد ماشية وتترك ويمكن نمشيه الحاجات وراك المؤمن على الدستور. علاش نقول في هذا؟ لأن باش نربطه بالموقف من خذ القرار في الفصل 80 وانطلق النقاش والجدل حول القانون، قانون يعمل هكاك ما يعملش. قلنا احنا ما يلي البلاد في أزمة سياسية تستوجب حلا سياسيا، والجدل هذا ما احنا ندخلوا فيه، والحل السياسي يجب يبنى على انقاض السابق. اليوم شنو اللي فما؟ فما محكمة دستورية، محكمة إدارية، وفما الهيئة الانتخابات في غلاف، في غلاف. أنا من لا ننقد لهذه ولا هذه لأنه القضاء يحترم مهما كان، ما نحبش ندخل في التفاصيل. ونفس الشيء هي الهيئة قضاة، ورئيس الهيئة كان عضو من قبل في الهيئة الأخرى اللي انتخبوهم. نعم، مع اتفاق قضاة الهيئة اختلفوا. اللي يهمني شنو الآفاق السياسية في ظل استمرار الخلاف، هذا اللي واحد يفكر فيه بهدوء. وبدأت يحضروا فرواحة من الجماعة للطعن في نتائج الانتخابات. شو معناتها؟ يدخلوا في فوضى. المحكمة الإدارية شو تعمل وقتها؟ إذا ما تكون كونسيكو مع روحها، بما أنه هي المعنية بالطعن وهي اللي قررت بأنه تبطل الانتخابات. تصوروا تونس، معناتها تصوروا واحنا في وضع نعيشوه، معناتها وضع محلول، ما فهمش السيناريو هذا. القانون هذا يتحدث على حال شغور. اي ولا سمعت القانون هذا وقتاش يولي يختار؟ سامحوني انا اخر جمله. نعم، وانا نقول ضده 100% عندما يلغي القضاء من العمليه الانتخابيه. وقتها نقول لك ويخسرها في الليزي. انت تجنبا ودرءا للمخاطر المحدقه بالبلاد في ظل وضع سياسي مجهوله تبعاته، واضح خليت القضاء واضح. نكتفي بهذا القدر من كلام سي عبد البريكي، ربما يكثف سي نوردين. نفهم السلطة اشتحكي، هو منظر لها، ونحاول نعيد الصورة سي نوردين لو أمكن. أفتح الكاميرا من جديد، ولو أنه السيد عبد البريكي عنده قدرة على التجريد، هو الانقلاب 25 جويلية رد جدل، والانقلاب الآن على صلاحة المحكمة الإدارية قال خلاف، عنده تلخيص كبير برش. اي هنا اسمعها سي عبيد، سي عبيد وضحكش اكثر السلطه والماشيه الى اي حد يمكن تمضي طالما هذا هو موقفها. نعتقد لا، هو ما غير المفسر الجديد هذا اللي مبروك عليه الدور هذايا سي البريكي. بقطع النظر على كلامه من معروف على المنقلب وانه واضح، يعني فهمت وقت اللي خوض معك يمشي فيها متجز كوبو، يمشي فيها للاخير الى الاقصى، ويعني معناتها توجهاته الكل
وأدائه وردود أفعاله خاصة خلال العملية الانتخابية. واضح أنه كما قلنا الرجل لا يبحث على منافسة ولا يبحث على عملية انتخابية، وله مؤمن بالانتخابات وله مؤمن بالصندوق وله مؤمن بالإرادة الشعبية اللي قاهن معناتها يصدر في أوهام على أنه هو اللي يجسدها والشعب يريد وقت الغناية للناس ما نتفدت منها ما تسمعها. فقلت إذن يعني معناتها الرجل واضح من قلب واضح وأنه ماشي إلى الأقصى في اتجاه تجديد البيعان. محطة الانتخابية هي مجرد محطة باش يجدد شرعيته، وما استغربش خلال يعني من العهدة الانتخابية الثانية اللي معناتها مصمم على أنه يعني معناتها يكون فيها، ما تستغربش أنه يعمل كما كبورقيبة ويلقى كتخريجة ومعناتها يسيب العرائس المتحركة متاعه معناتها في باردو باش يعملوا كارثة أخرى ويرتكبوا كما قال سي عبد الوهاب كمعتر فاحشة قانونية جديدة. نعم. بتشريع يعني يمكنوا من رئاسة مدى الحياة. فالرجل من البداية يعني قال راني مانيش باش نسلمها ومانيش نسلمها إلا للصادقين، وكان يعني هجومه الرمزي والعنف الرمزي وعنف خطابه يعني المعهود يعني معناتها شد يعني مؤشر متاع تصعيد رهيب جدا في تخوين كل المرشحين، بل مشى يعني رئيس كدولة لرعى هيبة معناتها الدولة ولا معناتها كموقعه، وتكلم كما يتكلم أي مراهق سياسي أو أي واحد من الذباب الإلكتروني معناتها متاعه، ويقول وأنه أحد المرشحين ما هو إلا عميل معناتها للخارج. والراجل يعني داخل في حرب كتحرير وحروب التحرير بصفة عامة يعني لا تخاض إلا بالدماء، بمعنى يبعث لنا في رسالة وأني مانيش باش نسيبها إلا بالدم. فالمقلب يعني واضح في هذا، والمفسرين هذوما اللي يحاولوا يلعبوا معاه في أدوار ماهوش معترف بهم، وخشيتي الحقيقية من أنه سي البريكي يعني معناتها يصير له مسار لغيره من حلفاء يعني الانقلاب الذين رماهم بقسوة ومحقرانية يعني كبيرة يعني على الهامش، ولم يستمع لهم ولم يمكنهم من إنجاز ما كانوا يتصوروه من أنهم باش يتموقعوا في منظومته الجديدة. والعديد من السياسيين والعديد من الأطراف السياسية راهنت على التموقع في هذه المنظومة وفهمت في الأخير وأنه معناتها منظومة طاردة وليست جاذبة ولا تعترف أصلا بالوسائط الحزبية، ومعناتها منظومة جوهرها الأساسي هو تمركزها حول الفرد الواحد الوحيد المتوحد الذي يخاطبنا بمنطق أنا ربكم الأعلى. للأسف البريكي معناتها ما عندهش من الذكاء اللي يخليه معناتها يفهم كيف وكيف غيره المهرولين واللي يقدموا في خدماتهم المجانية للمنقلب ما فهمش أصلا بأنه المنقلب لا يعترف بحليف، بل أنه من صفاته التي تكشفت خلال 3 سنوات من أدائه هو غدره معناتها البائس والقاسي واللا أخلاقي بكل حلفائه، بداية من دوائره في القصر وقصة ومروية معناتها عكاشة نادية معناتها عكاشة يعني كي تختزل كل هذه القصة، ومصير يعني حركة الشعب خاصة وقبلهم التيار معناتها في دلالة عميقة على يعني نمط العلاقة اللي تربطت ما بين الانقلاب أطراف جاياته وتعرض في خدماتها، وكانت كي تتصور بأنه سياسي كي تقليدي ما فقدش بأنه الرجل راه نقير للسياسة، الرجل راه مشروعه الحقيقي هو موت الخاطرة السياسية ومش الفكرة السياسية مش ممارسة سياسية، خاطرة سياسية في متى في حد. نعم. هلا هذه نتمنى وأنه كما قلت يعني يرجع لها الوعي، وهي في الحقيقة في غالبيتها الآن يعني مخضت مسافة على المنقلب، ومنها من انخرط كما يعني نشاهد في
مسيرة لحد نعم أي الأسابيع الأخيرة يعني كما قلت المجتمع الحقوقي الممثل في الرابطة وغير منظمة المحامين والشبيبة اللي هبطت معناتها كاري الشارع هالأطراف اللي كانت غايبة في بداية يعني في بداية معناتها مسار المقاومة للانقلاب اليوم معناتها نلقاها موجودة وحاضرة وهذا بطبيعة الحال مكسب للحركة الديمقراطية لو أنه يكون ثم عقل سياسي وطني جامع يعرف كيفاش يحط يعني أرضية التقاء يعني على عناوين وطنية جامعة في مقدمتها استعادة يعني معناتها الدولة من مختطفها واستعادة يعني الديمقراطية من المرتد عليها. دكتور نور الدين العلوي في